شو اللي حمسك الليلة للحضور لمهرجان ذو إمكال الدولي؟ صراحة الاثنين، يعني الموقع موقع كتير أثري وكتير حلو ومعروف بجماليته، والنجمة اليوم صوتها كتير حلو، أغانيها كتير حلوين، فتحمسنا نجي نشوفها شخصياً. أكيد لوجود الموجودين معنا، خاصة ميسا، لأن أنا ميسا عرفتها أول ما بلشت تغني. الموقع المهرجان وقالوا لي عن ميسا، ميسا إنه الشيء ما صار، أنا ما بعرفها، هاي أول مرة بدي أتعرف عليها. أول شيء على طول إحنا بنجي على فيستيفال الذوق، بس اليوم بالأخص النجوم الموجودة شيء كتير مهم إنه بنعرفهم، وبس حلو نتعرف عليهم بعد أكتر بهالكادر الحلو. ميسا كرعة والأكيب تبعيتها كلها يلي هن دو جران أرتيست. حمسني أول شيء الموقع، تاني شيء السيليكسيون تبع الفنانين يلي كل سنة، وأنا دايما بجي بحضر. ميسا كمان بنت بلادنا مع موسيقتها الرائعة، مع صوتها الرائع وحضورها المميز. أنا متابعتها شوي على اليوتيوب بشكل كتير حلو، وبتمنى كل اللبنانية حقيقة يشجعوا، لأن إنسانة بالفعل في مستوى فني موسيقي رائع جدا. أول شيء الكادر كتير حلو، موقع الفستيفال كتير حلو، وبدها تغني ميسا قرعة كمان كتير شطورة، كتير بحب لصوتها. ميسا فنانة محترمة ومنحبها كتير، وموسيقتها حلوة، وجود شويس انه جبتوها على مهرجان الذوق. برأيك شو اللي بيميز مهرجان ذوق إمكال الدولي؟ التنظيم تبعه، لأنه دايما مميز كتير بالتنظيم تبعه، ما في عجقة، كله مرتب ومنظم. مهرجانات ذوق إمكال كل سنة عم بتكون أحسن من سنة. انا دائما 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 بجي وشوفي يعني كيف حلو كل شيء منظم. العالم اللي بيجيبون كثير ريشيرشي، يعني صحيح بيجيبوا كميه قليله بس كله كاليبر مرتب. هو التنظيم والمتابعه كل سنه ورا سنه. التنظيم بشكل خاص، موقع اللوكيشن الاثري، وقربة من كل المناطق اللبنانيه، وكلها يعني بس تصالي لهون بتحس حالك بالجنه. مسطتوا بالحفلة؟ روعة، إكسلانت. الميوزك كتير حلوة، كتير كانت بجنن، والباند بتعقيد وميسا بتعقيد كتير حلوة، كتير حلوة عن جد، كتير حلو، تي سوبليم، فريمون تري بون، رائع. كل شيء اللي شفناه الليلة عن حقيقة رائع. أقول كلمة إنه بشكر مهرجانات الذوق تحديدا على إنه هالخصوصية اللي خلونا نتعرف على ميسا قرعة يلي نحنا هون ما كنا نعرفها، وهي إذاعة صيتها وين ما كان بالعالم. إنه ميرسي مهرجانات الذوق. ميسا إكستراوردينير، عندها مواهب غريبة، هالبنت غريبة، يعني الله يوفقها، هيدي لازم تكون سيلين ديون لبنان. ما معقولة، صوت ما معقول، بيرفورمانس كل شيء، الروعة، كلاس بشكل، يعني ما عم نشوف هيك. كلمتي حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتي حلوة يا بلدي. رأيك بتنظيم المهرجان؟ تجي سنة جاية على مهرجانات أكتر؟ ما معقول، موقفنا دقيقتين على الطريق. بيرفكت. ايه اكيد، دايما بنجي، جينا سنة الماضي وبنجي سنة الجاية وبنجي سنة اللي بعد. انا بقول لك بجي بكرة اذا كان فيه، وبعد بكرة اذا كان فيه، وبعد بعد بكرة اذا كان فيه. What made the festival unique is this venue. To be able to look out at the audience and see the gorgeous city of Beirut just filled my heart, especially when Meisa sang Li Beirut. That really touched me because you could feel the whole audience resonated with the love that she was sharing with that song. Li Beirut
This is one of the nicer venues in the world that I've played. It's so gorgeous, you know, being in this type of a place. And we played a lot of really nice places. But this will definitely go down as one of the really, kind of my highlights of just a unique experience all around, yeah. What makes it unique, because it's a great architect, is Mesa. For a performer like that, with the combination of centuries of beautiful earth, it's like a great marriage. And it makes it perfect. First of all, collaborating with all the friends on stage that we had, because we're actually friends. We enjoy being together and we enjoy playing together, and that's what makes it special. We all appreciate what the other person does. So just listening to the different players and being on stage, and then understanding how the combination of our rock stuff works with the Arabic musicians and all that combined. You know, that's what made it really special as well, for me. اخترت هيدا المهرجان لانه بعرف انه هو من اقدم المهرجانات اللي هن بينعملوا بلبنان وريبيوتيشن تبعه بالعالم اللي اجت عليه والتيم يلي بيشتغل مع الزوق اوريدي بيسبقه وهالشيء كنت سامع عنه وانا كان لي مده شوي انه حاسه حالي انه اذا بدي اجي على لبنان بدي اجي مع عالم بيفهموني مع عالم بيشوفوا الفيجن تبعي مدام زلفا بويز ومستر سليم ابو سمره اول ما دعيوني على الحفل قالوا لي ميسا نو كويستشنز اسكد شو الفيجن تبعك نحن بنامن فيها ورح نحقق لك اياها سو ذس از واي ايم هير ومشان هيك انا كثير مبسوطه انه اكون عم بنطلق من مهرجان ذوق مكيف I would like to say thank you so much for inviting me and the band to perform here for all of the people I want to say, Zouk Mikhail, you have to call me back because I want to come play here again. The festival, we have to come back. Whether with this band, another band, I have to come back because it's my first time here. I've been around the Middle East before, but it's my first time to really see it. Not like I see it in America on TV because it's not the same. First of all, thank you everybody for the hospitality, to the festival. The main thing I want to say is I'm sad to leave. I'm really sad to leave. We're leaving the day after tomorrow. I wish we were staying another week. I hope we come back very soon. I would love to. Well, this is the first time, but not the last time. وإن شاء الله بشوفكم very soon again.